ده الاس اي ان في. قلت لكم ان احنا بنقسم التايمنج في الاس اي ان في الى اس اي ان في بيريود وسبونتينيوس بيريود. الاس اي ان في بيريود انا مستني العيان ياخد تريجر يعمل تريجر فاديله كنترول ديبريس. في هذه المرحله الاولى العيان ما عملش اي تريجر فالجهاز اداله كنترول بريس. دخلنا بعد كده في السبونتينيوس فيز. السبونتينيوس فيز العيان عمل تريجر انا شايف فيه نيجاتيف ديفليكشن في البريشر كيرف فالجهاز اداله بريشر سبورت فنتليشن. دخلنا بعد كده في الاس اي ام في العيان هنا عمل تريجر الجهاز اداله ايه اسيستد بريس. وبعدين دخلنا في السبونتينيوس عمل تريجر تاني الجهاز اداله بريشر سبورت فنتليشن وهكذا. يبقى عرفنا الاس اي ام في شغال ازاي وبيقدر يدي ديفرنت مودز اوف بريزنج ازاي. انا مكبرها هنا هي نفس الرسمه اللي فاتت بس عشان تبقى واضحه اكتر. الاس اي ام في انا اقدر اخليه فوليوم كنترول واقدر اخليه بريشر كنترول. يعني اقدر ادي الكنترول ديبريسز اللي هي مكون من مكونات الاس اي ام في ويبقى الليمت عندي فوليوم واقدر اخلي البريشر هو الليمت بتاعي. وطبعا لما هعمل كده هيبقى مميزات وعيوب الفوليوم كنترول والبريشر كنترول اتسحبت على الاس اي ام في.